طبعا الشغلانة الفن تمثيل بشكل خاص. التمثيل بشكل خاص كمان بتأمن يعني الحياة المادية، بس برضو على حسب مش كل الممثلين زي بعض ومش كل الأوقات زي بعض، يعني مفيش سنة زي التانية. أنا في سنين كتيرة جدا، أنا بقاليها 18 سنة، في سنين ما اشتغلتش فيها خالص وما كسبتش فيها جنيه، ممكن لظروف خارجة عن إرادتي زي 2011 أو 2014 أو سنة الكورونا، حاجات بتبقى بره إيدك ما تماما، أنت مش في الآخر موظف. ف ده المشكلة اللي فيها، إن هي مش أكيدة، وممكن فجأة يبقى مغضوب عليك لسبب ما، قلت حاجة حصل حاجة ففجأة ما تشتغلش، أو فجأة تلاقي الظروف وقفت، أو يعني في معطيات كتيرة جدا جدا جدا، فهي مش قاعدة. مش مسألة بخاف أدي تصريحات خالص، أنا مش شخص أصلا بتاع تصريحات، ولا بحاول أقول أي حاجة، أنا ولا بتكلم في أي حاجة. هي مرة واحدة بس يمكن عملت فيها فيديو، كان وقت الكورونا، كنت عايزة انقل للناس تجربتي واوعيهم بالمخاطر والمخاوف واطمنهم برضو بشكل ما، بس لا يعني مش بخاف، بس في نفس الوقت انا مدرك ان انا ممثل وفنان، وبحاول ابقى حذر، يعني اتكلم بس وقت لما يبقى فعلا كلامي ده هيفيد او هيقول اي حاجة.